ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تاريخ الاستقلال وأبرز المحطات التاريخية في دولة الكويت، يسعدني أن ينضم إلينا في الاستديو الدكتور حمد محمد القحطاني، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت. مساء الخير دكتور، حياك الله معنا. يا مرحبا، مساء النور. ويوم إن شاء الله مهم، هو يوم 19 يونيو في هذا اليوم السبت، ويعتبر في حالة من الأيام الخالدة في تاريخ الكويت. بالتأكيد دكتور، يعني خلينا نركز على هذا اليوم، يوم 19 من يونيو، يعني مثل ما ذكرت يوم مشهود ومرحلة مفصلية يعني مهمة جدا في تاريخ الكويت. خلينا نوقف شوي عند هذه المحطة ونتكلم عنها بشيء من التفصيل. طبعا كما معروف أن الكويت كانت تحت الحماية البريطانية عندما وقعت في 23 يناير 1899، ووقعها الشيخ مبارك بن صباح الذي حكم من سنة 1896 إلى 1915، وكذلك المقيم السياسي البريطاني في بوشهر ميت. وهذه الاتفاقية نصت على أن الكويت تحت الحماية البريطانية، واستمر هذا الوضع في الحقيقة إلى أن حصلت الكويت استقلال. ولكن النقطة المهمة في الحقيقة للمشاهد الكريم أن الشيخ عبد الله السالم رحمه الله عندما تولى الحكم في 25 فبراير عام 1950، وحنا دائما نحتفل في 25 فبراير لأنه هو اليوم الذي تولى فيه الحكم، وهو اليوم الذي كل سنة في عيد الجلوس لسمو الأمير الراحل. طبعا أخذ يطالب الحقيقة باستقلال الكويت منذ أن تولى الحكم في عام 1950، واستمر هذا الوضع حتى أن مجلس العموم البريطاني ناقش استقلال الكويت في عام 1959، وأخذ يتحدث حقيقة وزير الخارجية البريطاني ومجلس العموم بشكل عام بأن الكويت الآن أصبحت دولة قادرة على إدارة نفسها. فهناك في الدوائر، في المجلس الأعلى، هناك إنتاج النفط، أصبحت دولة نفطية، انضمت الحقيقة بشكل غير مباشر بكثير من المؤسسات وفي الأمم المتحدة مثل مؤسسة البريد، مؤسسة الهيئة الزراعية وغير ذلك. ثم بعد ذلك وافقت في حقيقة يعني بريطانيا، ووقع الشيخ عبد الله السالم، وحضر في الحقيقة ويليام ريتشموند ويليام لوس، وهو طبعا المقيم السياسي البريطاني في البحرين، انتقل بعد ذلك البحرين، ووقع في الحقيقة وثيقة الاستقلال في 19 يونيو عام 1961، ووقعها الشيخ عبد الله السالم عن إمارة الكويت، ثم بعد ذلك وقعها ويليام لوس. نعم. المقيم طبعا السياسي البريطاني بحضور في الحقيقة ريتشموند، وهو آخر معتمد سياسي بريطاني. نعم. والذي أصبح في الحقيقة سفيرا للمملكة المتحدة البريطانية بعد أن حصلت الكويت على استقلالها في يوم مشهود. وللتاريخ أن الشيخ عبد السالم ألقى كلمة في الحقيقة سامية في إذاعة الكويت التي تأسست عام 1951 بعد الاستقلال، ووقع هذا الاستقلال بشكل من التواضع في يوم مهم، وألقى يعني كلمة ووضح في هذه الكلمة بأن الكويت أصبح دولة مستقلة، وسوف إن شاء الله تهتم بالنواحي الديمقراطية، وسوف تهتم بالتنمية الشاملة، وهذا ما حدث من هذا الوقت حتى ذلك. وقبل هذا وذاك في الحقيقة قد أكون نسيت أني أهنئ في الحقيقة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين والشعب الكويتي بذكرى مرور 60 سنة على استقلال الكويت، لأنه يوم مهم جدا، ويجب أن نركز على 19 يونيو كما نركز على 25 فبراير. نعم. طيب دكتور حمد، يعني خلينا نتكلم عن أهم التغييرات الإدارية خلينا نقول والسياسية خاصة بعد الاستقلال. طبعا عندما نتكلم عن النواحي الإدارية والنواحي السياسية فهناك أشياء كثيرة جدا. طبعا النواحي الإدارية قبل الاستقلال كان عندنا هناك المجلس الأعلى الذي يتكون من رئاسة سمو الأمير مقبول الشيخ عبد الله السالم ودوائر حكومية. عندما استقلت الكويت في الحقيقة تم هناك تشكيل لأول مرة مجلس وزراء في عام 1962، ولأول مرة سمو الأمير عبد الله السالم هو رئيس مجلس الوزراء. وقبل ذلك في الحقيقة من الأمور الإدارية أجريت انتخابات للمجلس التأسيسي في 30/12/1961، وكان هناك 20 عضو بالإضافة إلى الحكومة. ثم بدأ هذا المجلس في الحقيقة في عمل تنظيم مستقبلي للدولة، لأن المجلس التأسيسي في الحقيقة بدأ في
يناير 1962، ثم انتهى في آخر اجتماع له في 15 يناير عام 1962. وأهم الأعمال التي قام بها المجلس التأسيسي هو وضع الدستور الكويت الذي يتكون من 183 مادة وخمس أبواب. هذه بالنسبة للأمور الإدارية، بالإضافة إلى التنظيمات العامة في القوانين، في أشياء كثيرة قام بها المجلس. ثم بعد ذلك من الأشياء السياسية المهمة الحقيقة هو انضمام الكويت إلى الجامعة العربية. بعد أن تأخرت، لأن الكويت قدمت الجامعة العربية في يوم 22 يونيو 1961، ولكنها لم تنضم إلا بعد شهرا كاملا في 20 يوليو 1961، وذلك بسبب تهديدات عبد الكريم قاسم على الكويت. ثم بعد ذلك انضمت بعد القضاء على عبد الكريم وطبعا قتل في وزارة الدفاع في فبراير 1960، انضمت إلى هيئة الأمم المتحدة عام 1963. بالإضافة في الحقيقة إلى أن الكويت انضمت كذلك إلى هيئات اقتصادية أخرى، وهي طبعا منظمة أوبك في فيينا، وكذلك منظمة أوبك ومقرها في الكويت. فأصبحت الكويت في الحقيقة النقطة المهمة أن أصبح هناك تبادل سفراء في الحقيقة، وكان من السفراء العظيمين الأوائل هو سفير المملكة العربية السعودية إلى الكويت، ثم بعد ذلك هناك تحول ريتشموند كما ذكرت إلى سفيرا. فتبادل السفراء هذا شيء مهم جدا، لم يكن قبل لم يكن طبعا التغيير السياسي الحقيقة مهم جدا. طيب دكتور، في مرحلة مهمة جدا لازم أتطرق لها، يعني مرحلة الغزو العراقي الغاشم، كانت يعني هذه المرحلة أو هذه خلينا نقول الفترة فترة مفصلية ومهمة جدا في تاريخ الكويت، ونقلة للأمانة في تاريخها. خلنا نتكلم عن هذه الفترة، شلون أثرت على تاريخ الكويت هذه الفترة بالذات؟ طبعا أولا الغزو العراقي يعني الغاشم كما أعرف الذي بدأ في 2 أب أغسطس 1990، طبعا هو ناحية ليس ناحية تاريخية عالمية. نعم. لأن في هذا الغزو في الحقيقة حدث أمر جلل بأن دولة عربية مسلمة، وعلى فكرة دولة الكويت وحكومة الكويت قدمت للعراق في فترة صدام الذي خان الكويت أشياء كثيرة جدا، ولكن في النهاية يغزو الكويت. ومن هذا المنطلق الحقيقة النقطة الأولى أن جميع دول العالم أنها وقفت مع الكويت، وأصدرت في الحقيقة كثير من القرارات في الأمم المتحدة. وأول قرار في نفس اليوم 660، هذا القرار الذي ينص في الحقيقة على انسحاب القوى العراقية. ثم بعد ذلك هناك قرار للمتحدة مهم جدا، وأنا دائما أقوله وأرجو أن يحفظ، 6 7 8، هذا القرار أصدر في 29 نوفمبر 1990، والذي ينص على استخدام القوة ضد العراق والانسحاب من الكويت، وأعطي مهلة إلى 15 يناير 1991. ثم بدأت طبعا الحرب في 17 يناير، ثم تحررت الكويت في 26 طبعا فبراير 1990. النقطة المهمة في الحقيقة أن هذا الجامعة العربية طبعا كان لها دور في اجتماعها في 10 أغسطس، طبعا دول مجلس التعاون، المملكة العربية السعودية، كل دول العالم طبعا كان لها دور. النقطة المهمة في الحقيقة في هذا الغزو للأسف الشديد نوع من الحقد، وأثر في الحقيقة على اقتصاد الكويت، فتم إحراق ما يقارب 732 بئر، وهذا حرق للاقتصاد الكويتي من قبل دولة جارة مسلمة. واستمر هذا الحرق ما يقارب من فبراير، تقريبا ضربت طبعا الآبار في 28 27، أو قبل ذلك 24 لما بدأ الهجوم يعني البري 24 26، ثم استمر إلى أن تم إطفاء آخر بئر وإطفاءها المقبرة الشيخ جابر في 6 نوفمبر 1990. نعم. فالغزو العراقي لن ننساه، وسوف يبقى غزو، وسوف يبقى جزءا من تاريخ الكويت، لأن له تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية. ولا ننسى في الحقيقة في هذا المقام الشهداء الكويت الذي كان لهم دور مهم في الحقيقة في بذل أنفسهم، وكذلك جميع الناس وجميع الحياد والمؤتمر الشعبي الكويت. التاريخ في الحقيقة نتمنى يكون هناك حلقة كاملة عن الغزو العراقي، لأنه في أشياء، لأن ما زالت تأثيراته النفسية موجودة، حتى بل أن من نتائج الغزو العراقي المهمة على الكويت هو إصدار قرار يعتبر من أهم القرارات، وهو قرار 833 93، والذي ينص على تحديد الحدود بين الكويت والعراق بشكل رسمي. فلا يحق الآن لأي حكومة عراقية أو أي حكومة أن تغير هذا القرار وتحديد الحدود إلا عن طريق اجتماع الأمم المتحدة والتغيير جذري بشكل، وهذا صعب يعني جدا. مثل ما ذكرت دكتور، يعني نحتاج يمكن حلقة كاملة عشان نتكلم عن هذا الموضوع بشكل مخصص. كل الشكر لك دكتور حمد محمد القحطاني على وجودك معنا اليوم، أستاذ التاريخ.
التاريخ في جامعة الكويت، سعيدة بوجودك معي. شكرا. شكرا على هذا اللقاء الجميل.